هكذا تتخلصي من الرؤوس السوداء على أنفك. هناك مشكلة يعاني منها الجميع مهما كان نوع بشرتهم، إنها الرؤوس السوداء، ويبدو أن التخلص منها جميعاً أمر في غاية الصعوبة. وفي الوقت الحالي هناك العديد من المنتجات والطرق التي يمكن أن تساعدك في علاج هذه المشكلة، ولكن هل هناك أي بديل آخر؟ على ما يبدو الإجابة نعم. لذا يقدم لكم الجانب المشرق عدة طرق فعالة لتنظيف الوجه من الرؤوس السوداء وإزالتها تماماً في 5 دقائق. هل ترغبين في معرفة سبب تكوين الرؤوس السوداء وكيفية ظهورها على بشرتك وما قد يساعدك على التخلص منها؟ حسناً، هيا بنا. الرؤوس السوداء هي نوع من البثور يسمى الزؤان، وتظهر على بشرتك عند انسداد المسام بخلايا الجلد الميتة. وعندما يحدث ذلك فإن مسامك تتفاعل مع الأكسجين وتصبح سوداء وظاهرة للعيان، وهكذا تظهر بثرة جديدة. هناك عوامل مختلفة تسبب الرؤوس السوداء. عادة تظهر أثناء سن البلوغ عندما يتعرض الجسم لتغيرات هرمونية عديدة. ومن الأسباب المحتملة الأخرى للرؤوس السوداء الحيض والحمل والإجهاد والتعرق وشرب الكحول والكافيين وحتى التدخين. نعم، أعتقد أن هذا سبب آخر مهم للإقلاع عن التدخين إذا كنت ما زلت تدخنين. لا تنسي أن عدم تنظيف وجهك بشكل صحيح أو استخدام المنتجات المحتوية على زيوت قد يتسبب أيضاً بظهور الرؤوس السوداء. وهناك أيضاً نقطة أخرى مهمة حول هذه المسألة، الشعيرات الدهنية. أحياناً يظهر شيء تعتقدين أنها الرؤوس السوداء وهي ليست كذلك حتماً. هل أصابتك الحيرة؟ حسناً، دعيني أشرح الأمر. إذا أمعنت النظر جيداً بإمكانك رؤية نقاط دقيقة على أنفك تتشابه قليلاً مع الرؤوس السوداء. في الواقع إنها مجرد شعيرات دهنية، مسام مليئة بالإفرازات الدهنية التي تفرز لترطيب بشرتك. لذلك لا تخلطي بينها وبين الرؤوس السوداء. الشعيرات الدهنية لا علاقة لها بحب الشباب. في المعتاد يكون لونها رمادي خفيف وتكون ناعمة الملمس، أما الرؤوس السوداء فتكون أكبر وتبدو كنتوءات صغيرة على بشرتك. اكتفينا من الشرح النظري، لننتقل إلى الطرق التي ستساعدك على التغلب على هذه المشكلة. ومن المرجح أنك تعرفين سلفاً، فالرؤوس السوداء يمكن أن تظهر على الخدين أو الذقن وحتى حول شفتيك، ولكن المنطقة الأكثر شيوعاً هي أنفك، وفي هذا الفيديو سنركز عليها بشكل أساسي. من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتنظيف أنفك من كل تلك البثور غير المرغوب فيها عمل قناع سريع يحتوي على الليمون وملح البحر. لذلك فأحضري قلماً وأكتبي هذه الوصفة البسيطة. أولاً سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من ملح البحر، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الماء. أمزجي كل هذه المكونات في وعاء ثم ضعيها على البقع السوداء لمدة 2 إلى 3 دقائق، ويفضل وضع هذا المزيج بحركة دائرية، وبالتالي فأنت تفركينه على بشرتك بشكل صحيح. ثم أتركيه ليجف لمدة 10 أو 15 دقيقة قبل تنظيف وجهك بالماء الدافئ فقط. بعد ذلك أغسلي وجهك مرة أخرى بالماء البارد، هذه المرة لإغلاق المسام، وإياكي ونسيان وضع المرطب بعد ذلك. استعملي هذا القناع مرة واحدة أسبوعياً وستفاجئك النتيجة. الليمون من أكثر المنتجات فاعلية ضد الرؤوس السوداء، ودائماً ما يدخل في تكوين الوصفات المختلفة للأقنعة وكريمات التقشير لعلاج الرؤوس السوداء، وهذا بديهي لأن الليمون يحتوي على أحماض مختلفة تضيق المسام وتزيل الرؤوس السوداء، بل وتقي أيضاً من حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى. ومع ذلك فلا تتحمسي أكثر من اللازم وتوخي الحذر، لأن هذا القناع لا يلائم البشرة الحساسة أو الجافة. هذان النوعان من البشرة لهما طرق أخرى أكثر لطفاً لإزالة الرؤوس السوداء، سنشرحها الآن.
حسناً، إذا كانت بشرتك حساسة جداً أو جافة، فيمكنك استعمال كريم تقشير يتكون من دقيق الشوفان وعصير الليمون واللبن الزبادي السادة. أمزجي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع 3 ملاعق كبيرة من الزبادي وعصير نصف ليمونة. ضعي القناع على أنفك واتركيه لمدة 10 دقائق، وبعد انتهاء تلك الفترة نظفي وجهك بالماء. وضعي المرطب. فالشوفان أحد المكونات الموجودة في العديد من كريمات تقشير الوجه الرائعة وتأثيره مفيد لبشرتك، والزبادي يوازن تأثير الليمون ويجعل التنظيف أكثر لطفاً دون الإفراط في تجفيف بشرتك. كرري استعمال هذا القناع مرة واحدة أسبوعياً. هناك طريقتان أخريان يمكنك تجربتهما، فلنجرب شرائط تطهير المسام. نعم، لا داعي لشرائها، يمكنك صنعها بنفسك بسهولة. كل ما تحتاجينه العسل والحليب وبعض القطن. أولاً، امزجي ملعقة كبيرة من العسل الخام مع ملعقة صغيرة من الحليب. ضعي المزيج في الميكروويف لمدة من 5 إلى 10 ثواني، ثم أخرجيه وقلبيه للتأكد من امتزاجه جيداً. لا تنسي الانتباه لدرجة حرارة المزيج الناتج، لا ينبغي أن يكون حاراً للغاية. ثم يمكنك وضع المزيج الدافئ على أنفك وضغط قطعة من القطن فوقه بلطف. أحسنتي، أصبح لديك الآن شرائط تطهير المسام. اتركي الشريط على أنفك لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم انزعيه بحرص. أغسلي أنفك بالماء البارد لإغلاق المسام. فمن الأفضل تكرار هذه العملية البسيطة مرة واحدة أسبوعياً لتنظيف وجهك من الرؤوس السوداء. هذه الطريقة فعالة ولطيفة على بشرتك، بحيث يمكن استعمالها لأي نوع من البشرة. يمكنك أيضاً صنع شرائط القرفة والعسل، والتي تعتبر مزيجاً مثالياً آخر للتخلص من الرؤوس السوداء. والوصفة كالتالي: ستحتاجين مجدداً إلى القطن بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. قومي بمزجهما سوياً، وضعي طبقة رقيقة من العجينة الناتجة على أنفك، ثم ضغط شريط قطني فوقها. اتركي الشريط لمدة من 5 إلى 10 دقائق، ثم انزعيه واغسلي وجهك بالماء البارد، ويكرر ذلك مرة واحدة أسبوعياً. في هذا المزيج، العسل هو المسؤول عن التنظيف الفعال للمسام المسدودة، في حين أن القرفة تجعل البشرة أكثر نعومة، ما يسهل على العسل إزالة الرؤوس السوداء. تذكري أنه في كلتا الحالتين يجب ترطيب بشرتك بعد غسيل وجهك. الشاي الأخضر أيضاً قد يكون مفيداً في معركتك ضد الرؤوس السوداء. لصنع المزيج التالي لتقشير الأنف، ستحتاجين إلى كيس شاي أخضر وثلث كوب من الماء و3 ملاعق كبيرة من السكر. الخطوات التالية بسيطة: ضعي كيس الشاي الأخضر في ثلث كوب من الماء الساخن واتركيه إلى أن يصبح الماء فاتراً، ثم ضعي 2 ملاعق من السكر في وعاء مع إضافة 2 ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر الفاتر. امزجيهما معاً، ثم أضيفي 2 ملاعق كبيرة من السكر واستمري في مزجهما. مرحى، مزيج التقشير جاهز. أفركيه بلطف على أنفك بحركة دائرية. كوني حذرة وتجنبي العينين وفتحتي الأنف. انتظري حوالي من 10 إلى 15 دقيقة، وعندما تشعرين أنه قد بدأ يجف، أغسليه بالماء البارد حتى تغلق المسام ويمكنك القيام بترطيب بشرتك. ومن المعروف أن الشاي الأخضر يقلل الزيوت ويحد من التهابات البشرة، وهذا هو سبب أهميته لإزالة الرؤوس السوداء. أعتقد أن هناك شبه إجماع على أننا جميعاً نريد بشرة جميلة ونضرة ونظيفة بدون كل هذه البثور والرؤوس السوداء، أليس كذلك؟ ولكن تذكري أن لا شيء يتحقق بدون مجهود، والخلاصة من الرؤوس السوداء يتطلب العناية المنتظمة بالبشرة والاهتمام بها بصورة جدية. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك تجربتها، لذلك احرصي دائماً على تخصيص بعض الوقت لنفسك وجربي شيئاً جديداً. فبهذه الطريقة
ستعرفين ما يفيد بشرتك وما لا يفيدها، وطوال هذه العملية ستجدين حتماً بعض الأساليب والطرق التي ستذهلين حين تعلمي تأثيرها على بشرتك ويجعلها نظيفة ونضرة وقبل كل شيء سليمة. ما الذي يساعدك على تنظيف وجهك من الرؤوس السوداء؟ شاركينا آرائك ونصائحك في قسم التعليقات أدناه. لا تنسي الضغط على زر أعجبني وشارك الفيديو مع أصدقائك.